وذكر محمد بن أنس الأسدي قال: مر قوم بأبرق العزاف ماء، منطقة ماء، فسمعوا هاتفا يقول: وإن امرئا دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل ضرور. من يفكر في الدنيا يا جماعة افهموا، الدنيا تكفل الله برزقك ولكن لم يضمن لك جنة أو نار، فبالتالي كيف تنشغل بالمضمون وتنسى ما ليس بمضمون، تنشغل بالزائل ولا تنشغل بالدائم، ما من لحد، الأمر أسرع من ذلك.